يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا يا مرحبا ترحيب انت احلى عليكم تحيتن قدر الوجيه الغانمين يشهد علي الله جيت لكم يا معشر الشعر والمستشعرين يا معشر الشعر دام البقا والله طيب فالكم والله يوفقكم على درب اليمين لا تنكرون أعمالكم يا مسلمين لا تنكرون أعمالكم يا مسلمين الله يعرف أعمالكم ما هي غريبة يا ذيل عيالكم ضباط من سن الصغر متعسكرين ضباط من سن الصغر متعسكرين يا هيريبا يا هذين عيالكم ضباط من سن الصغر متعسكرين يا هيريبا يا هذين عيالكم ضباط ما هي سلام ومرحبا وش حالكم في حماية الرعيان تمسونا مني كاسبكم وروس أموالكم وانتو عمر سواسي ومتقاعدين وانتو عمر سواسي ومتقاعدين وليم كاسبكم وروس أموالكم وانتو عمر سواسي ومتقاعدين
لكم حنا تعرضنا مع الخط جمالين حنا تعرضنا مع الخط جمالين يا للمدينة لا تضيع جمالكم حنا تعرضنا مع الخط جمالين يا للمدينة شوف الكتب تنطق بطيب أفعالكم مكتوب فيها من يسار ومن يمين مكتوب فيها من يسار ومن يمين شوف الكتب تنطق بطيب أفعالكم مكتوب فيها من يسار ومن يمين ويطيح بركبه على بركبته ويطيح بركبه على بركبته وياك جاويته ولو من جالكم ويطيح بركبه على بركبته وياك جاويته ولو من جالكم يبغى لكم يا صحابنا يبغى لكم ما ادري بكم مكفين ولا مقبلين أسلم شدت من عصير رحالكم لا تجهلون الوضع وانتم خابرين Shut up.
ما تتعبون أشوالكم ما عاد تنفع حيلتك يا بالحصين ما عاد تنفع حيلتك يا بالحصين يا ليتكم يا ليتكم تبغون شيء للضلع والله شالكم يمكن لي هذا الحين ما انتم طيبين يمكن لي هذا الحين ما انتم طيبين تبغوني شيء لولد يا الله يمكن لي هذا الحين ما انتم طيبين تبغوني شيء لولد يا الله يمكن لي هذا الحين ما انتم طيبين يا لفيبان خلف يخلف عليك الله فيما سويت بغيت تجيبها لكن راحت باسم راعيها بغيت تجيبها عسى ربي يبارك في الرجال أهل الوفا والصيد وقوم الطيب والطالات معروفة بأسامية وانا ماني برب الناس حارمها ومعطيها وانا ماني برب الناس حارمها ومعطيها علي البيت من شانك وعيالا يقوم البيت وانا ماني برب الناس حارمها ومعطيها علي البيت لكن اللي يحسب حسابها يعرف قوافيها لكن اللي يحسب حسابها يعرف قوافيها على الميعاد يا نجوات والميعاد بالتوقيت لكن اللي يحسب حسابها يعرف قوافيها على الميعاد يا نجوات لكن اللي يحسب حسابها
Yeah.
أنا واقف في مقافي وبعلى صوتك مناديت وفيه قلوبي ما تسمع علومي يوم ناديها
هاي انت يا شاعر بني خالد عالم ما فيك حيله بس صارت مشكله في دمها ما ادري لحمها بس صارت مشكله في دمها ما ادري لحمها انت يا شاعر بني خالد بس صارت مشكله في دمها ما ادري لحمها انت يا شاعر بني خالد عالم ما فيك حيله بس صارت مشكله دمها ما ادري لحمها انت يا شاعر بني خالد عالم ما فيك حيله الله أصحاب الطويلة ما عليكم سمير والسلماني يا أصحاب الطويلة النبي وصى عليكم والوصية نحترمها النبي وصى عليكم والوصية نحترمها ما عليكم سمير والسلماني يا أصحاب الطويلة والله اني ما شربت الجم من تحت النفيله وانت لا تركض على ورا حاجه وربي ما قسمه وانت لا تركض هلو والله اني ما شربت الجم من تحت النبيله الذبيحه روحت يا اللي تبى فيها عقيله انت عندك عظمه والقوم تاكل من شحمه انت عندك عظمه والقوم تاكل من شحمه ما بقى لصم غير ايام محسوبه قليله والبدو ودت غنمها والبدو جابت غنمها صقر شي النباه نحصله بهوى وسيله يا صقر شي النباه نحصله بهوى وسيله ما تضيع البلي والوبال بل وسم وسمها ما تضيع البلي والوبال بل وسم وسمها يا
مخلك السرداح تسقط تمرة وبليش التهمة يا
يا أميرنا يا فخر كل القبيلة، أنا أشهد إنك صدق ما فيك حيلة، يا شوق عين أم العيون الكحيلة، يا فخرنا يا أهل الوجيه المطالب، يا لا 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 يا لا 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 يا شباب ذيل ذو دوعنا الإسلام ترج دادكم ذا دوعنا الدين الإسلامي واقيف ملك ومال أهل الحكي والسوالف أرداء البشر ما يحفظون المعارف يا عبدال الله 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 يا ميرنا الشامخ يا عز المواقيف مالك ومال أهل الحكي والسوالف عيش بركان عيش عيش هلا يا شباب ذيل قلت الوعد قد أنا شوف القوم العز وأهل الجمايل
شيء وكل انا لي ثلاث ليال ما ادري ثلاث ايام انا لي ثلاث ليال ما ادري ثلاث ايام اراقب عبيد الله ولا ادري عالمي اراقب عبيد الله ولا ادري وانت على الطالات ما انت بمسبوق يا ميرنا يا فخر كل القبيلة يا ميرنا يا راعي الشعر والذوق تطرب هلا الادواق في كل منطوق وانت على الطالات ما انت بمسبوق يا ميرنا يا فخر كل القبيلة يدوم الجبل ما تصل حذفة الأقزام يدوم الجبل ما تصل حذفة الأقزام وتبقى جبل ما تلتفت يم الأقزام خلوها والشيخ أبو نواف ما هو بحاتم حاتم بدنه يشبه اللبس خاتم هذا الكرم والمرجلة والمكارم والشيخ ابو نواف ما هو بحاتم حاتم في دينه يشبه اللبس خاتم هذا الكرم والمرجلة والمكارم يا فخرنا يا للوجه المطاليك عز الله ما يدرس إلا في تواريخ الأجداد
Come on.
الشعراء، الأدباء، الحضور، الصفوف، المتذوقين من كل مكان، أنتم عند هذيل قبيلة الشعر والحرب. شكراً. الدعوة اللي تجي من عند حاتم ذيل يا مرحبا فيها، للدعوة ومرسالها إذن لها الشيخ مقدام هذيل شيخ